في زون ميكس متواصلين اليوم مع ضيفنا اللاعب السابق للترجي يمين التيفي. وصلنا لعودته لتونس من بوابة الترجي، كانت تجربة ناجحة كما كان يحكي يمين. حتى 2010 قعدت يمين، حتى 2009 هكذا 2009 جددت ظهر اللي رجعت 2005، فما عام 2008 2009 جددت مع حمدي المد. باهي يبعث لي توا وكيل اللاعبين ذاكر اللواتي زاكر، يقول لي قبل التجديد كان قريب برشا من انضمام النادي الافريقي. الحقيقه بتاع ربي صارت حكايه مع النادي الافريقي. هو هزني. مشينا لوان سارتان، مهدي تراش نسيت مهدي ميلاد. ومشيت قعدت معاه، ومشيت قعدت حتى مع نجم الساحلي. معناتها خلينا نقول لك حاجه، انا راني تحب ولا تكره اي ملاعب يحسنه الشرف كيف تجي جمعيه كبيره تطلبه. واضح عليه، معناتها تحب ولا تكره، معناتها فهمت. نجم هذا الساحلي جمعيه كبيره، نادي الافريقي كيف سياسيس كيف. ومن بعد يقعد اللي باش تعمل تو باس الاكسيون ولا لا. فهمت كيفاش ولا لا. هو ظهري انت بطلت اخر لحظه، كنت ماشي في الثنيه اللي باش تقعد في اللايك، تقول لك راهو عملوا لي تابي روج. قال لي فلوس كبيره تحطت لمين لطيفي وقتها. شكون ثم شكون عماد طرابلسي ولا شكون حاجه هكا ما نعرفش. فهمت صحيح كيما نقول لك ذاك صحيح. اما جي ريفيزي، قال لي هو جاي في ثنيه برشا تليفونات جاوه ضغط. لا انا كي ماشي نعرف شنو نحب وشنو ما نحبش. انا كي ماشي معناتها ماشي تحب نسمع، نحب نشوف شنو الفاليور نتاعي بوتيتر. ما كنتش ناوي تمشي. نمشي باش نقعد انا بار ريسبي، نقعد مع الناس باش نسمع يحكي كذا كذا. ومن بعد فسرت له انا ذاك، وفسرت له شو اسمه مهدي. قلت له راهو تحب ولا تكره، راهو انا حياتي كامله في الاسبيرونس. اليوم انا قلت لك انا الدم نتاعي ما تحمل وصفك، مش باش نحكيه اليوم. علاش حليت باب التفاوض مال؟ باش نعرف جوست شنو الفاليور نتاع من التيفي بوتيتر. جوست هذا كان الهدف. فهمت كيف حتى ما نجم نرجع لي كيف معناتها ما كنتش جدي في المفاوضات. ليه ما كنتش جدي. واضح. علاش خرجت ما ترجي؟ والله جاتني اخر عام تاعي صارت ليغامون كروزي، وخلينا برشا امور ماني قلت لك برشا امور معناتها ساعات دخلوا بعضهم. فهمت برشا حسابات دخلت بعضها. دونك شنو صار؟ برشا حاجات مثلا شنو برشا حاجة دي. تعرف شنو نقول انا ديما؟ انا ديما نقول اللوم روحي انا او الانسان، حتى انا هو ديما نقول انا اش عملت غلط؟ عملت برشا حاجات غلطين مثلا. برشا حاجات غلطين مثلا ما كنتش بيرفورمون العام هذاك، وانا جاتني كروزي في الاخر ما كنتش بيرفورمون معناتها. فهمت وكنت معناتها يمكن فبريل هكا مونتالمون فيسع نتشنج. فهمت جو رياجي فيسع فهمت. هذا هو اكبر غلطه عملتها. شنو هي الوقت خلتك تطوي الصفحه مع الترجي في الاسبيرانس؟ ما عملتش غلطات الاسبيرانس. فهمتك. الحاجه اللي افضت الكاس وقطعت نهائيا علاقتك بالترجي وقتها ماني قلت لك مانيش بيرفورمون معناتها من حقك جوست روندمون على الميدان معناتها ما كانش معناتها اي جمعيه هذيا بتقول لك واحد طاح في النيفو نتاعو، فما دي جوان جاو اخرين خير منك، فما دي زيترونجي جاو، لازم تقبل مايكل هو كان وقتها. لا مايكل اختنا موجوده معنا مايكل 2009 وقتها هكا جي بيان فينو حاجه هكا نسيت بالضبط شكون حاسين. فهمت هكا كل وقت ووقت نقول معناتها فهمت. الاسبيرونس حابه تبدل معناتها برشا عادي. مشيت مرتين بريد على الحمل انف وبعض المرسى. مش بريد خرجت مشيت الحمل انف عديت عام باهي زاد. نحب نشكر معناتها دين الحمل انف معناتها، ونحب نوجه له معناتها مبروك معناتها الصعود. ما تعديت دي مومون باهيين. اما ظهرالي في المرسى كانت افضل اكسبيرونس. الزوز باهيين الحقيقه نتاع ربي. ما مونجي بحار تعديت ما عام باهي مزيان. كيف المرسى تعدى عام باهي بعد من المرسى ظهرالي كيف جمعيه اخرى كبيره النجم الساحلي زياد الجزيري. ظهرالي هو زياد كان ولا انك تمشي ليتوال. اي زياد وقتها ما خممتش وقتها كما خممت مع الكليوب تبدل الالوان ترجي. لا ما نجمش نقول لك كي باش نسمع ونحبش زعما نحكينا توا زعما بوبوليزم معناتها. لا جيسي ما ديتك اكثر براغماتيك اكثر معناتها رياليست. وقتها جاني العرض نتاع نجم رياضي الساحلي وانا نلعب في المرسى، واي ملاعب يحب يلعب في لو نيفو. اش معناها في لو نيفو؟ معناتها شامبيونز ليغ كاب جمعيات كبار. اي فالي حتى الكلوب كلموك وقتها. اي مشيت قعدت معاهم كيف قعدت معاهم قبل بنهارين
وبعد بدلوا البريزيدون حسيلو جمال العتروز ذا اللي وقتها بدلوا سليم الرياحي بالضبط حسيلو. دونك مشيت مع زياد كلامني زياد قال لي باش تمشي معايا فهمت. وين كنت اقرب للتوال ولا للكلوب؟ هي صارت من الاول الكلوب ومن بعد جت للتوال. باهي كلمك زياد جزيل اي باش اوني انتريسي معناتها بيك تكون معانا فهمت. يعني قلت بوركا با انا معناتها واحد وصل العمر معناتها قداش وقت جافي 28 هكاك فهمت اكسبيريونس اخرى يمكن تلعب في واحد باش يلعب شامبيونز ليغ ولا باش يلعب فهمت. هذا هو كان معناتها ما لقيتش راحتك في ريتوال هذا اللي اعتبروك ديما براني ولا ترجي يغزروا لك. صاروا مشاكل مالوغوزمون صاروا مشاكل وقت فما سي حميد البريزدون حميد حافظ حميد, حميد. وشكون داخل معناتها صارت مشكله كبيره وقت وقت جا اسمه معنا حامد نموينا وحامد نموشي ونبيل طيدر ثم جي 8 ملاعبيه فهمت. دونك شنو المشكله صارت؟ المشكله نتاع وقت حبوا نحيوا حافظ حميد والبريزدون وترفكو ونحيوا الملاعبين اللي كانوا معاه وقتها هكا. لا معناتها هكا حاجات كيما هكا فهمت. ديما قاعدوا يغزروا لك انك ولا ترجي غادي وكي البراني نقول والله يا سمان نقول لك حاجه الحقيقه نتاع ربي معناتها انا كي مشيت غاديك ما جي با يو معناتها مشاكل معناتها مع العباد فهمت. ما عنديش مشكله باش نقول لك ديما يغزروا لي بحاجه براني ولا الحقيقه علاش قلت ما تار الكيف في الاتوال؟ ها؟ علاش فما مره قلت تار الكيف من الاتوال؟ ما قلتش تار الكيف. فما مره قلت تار الكيف خرجت من الاتوال. لا جامي خرجت بعد وفيه ومن بعد وفيه المكتوب كما قلت لك صار المشاكل هذوما وقت قلت لك انا وحامد نموش ونبيل طيدر وشهودي ناس الكل مشينا فهمت كيفاش؟ هكا وحبوا يجيبوا معناتها جات اداره اخرى وقت جا شرف الدين وجات اداره اخرى دونك باش يبدلوا بالحقهم فهمت؟ العبد زوج جمعيات كبار. شنو الفرق بيناتهم بين ليتوال و ليسبيرونس؟ والله نقول لك حاجه انت لعبت زوج جمعيات كبار انا ليسبيرونس نحي جمعيتي معناتها ونحي اللي باش نقول لك زعما يقول لك وانا اول حاجه نحب التراجي نحب التراجي في داري اليوم موجود باش نحكي راني يعني نحب التراجي لا نحب التراجي في داري نعرف فهمت. دونك ابيك تو مي ريسبي الجمعيات الاخرين الكل التراجي معناتها بالنسبه لي انا شوف انت معناتها جماعه الفوق معناتها بيان اورغانيزي كانك سقف وصول واضح عليه. راني شفت وانا في ليتوال الفرق بين الاسبيرونس وليتوال بين كان سقف وصول مش ليتوال نحكي حتى جماعات الاخرين نسمع انا نسمع العباد اللي تحكي نسمع العباد اللي يحكي نسمع العباد اللي تحكي. دونك اللي شفته وانا معناتها بالاسبيرونس معناتها كي نقول لك كيرا مش معناتها ليتوال مستوي هكا واعي لا اليوم الاسبيرونس طلعت البار على الناس الكل فهمت او نيفو اللي تحب انت فهمت. رغم اللي مسيره محترمه جدا مين علاقتك بالمنتخب ما كانتش كبيره برشا اللي عندك كوب دافريك واحده هكا ولا ايه؟ وما كانتش كبيره علاقتك بالمنتخب ما لعبتش برشا مقابلات ما لعبتش برشا علاش؟ ولا وقت شكون فما معانا شكون هي قلت لك قبل كوب دافريك وقتها مشينا شو اسمه فما زياد سانتوس كان سانتوس. زياد نجح ابراهيم علي الزيتوني ليه ثم سانتوس زياد ثم مامدية معناتها ثم عماد المعذبي محمد جديد بون ليزلي شويه ايه دي بونجور معناتها تحب تكره اسمعني راه مش بالسير باش تلعب الوقت هذاك مش بالسير باش تلعب لك ماسنال ما تشوف شو روح كنت عندك بلاصه انا ولا مقتنع باللي شو انا نقول لك في الوقت هذاك في الوقت هذاك زياد ما نجمش زياد ماهوش بونتا بونتا لا لا مش كيف زياد يلعب بونتا ماكمش نفس البروفيل اي سانتوس بونتا اوكي ليه انا الحقيقه نتاع الوقت هذاك الوقت هذاك هما معناتها يلعبوا في لو نيفو يلعبوا على ترونجي وقتها ودي جوار بيرفورمو عندهم اكسبيريونس رغم هذا كنت ماشي للمونديال ظهر لي كنت ماشي للمونديال 2006 ظهر لي كنت ماشي جزئيه صغيره خليتك ماشي للمونديال ديما نقول لك هذيك هو فهمت على خاطر الاسبيرونس بوتيتر خاطر عندنا فينال كوب مع الفريق مع الكلوب وخالد بن يحيى قال لي ما تلعبش اللي ضيع فيه لاسعد بينالتي الله يرحمه الله يرحمه خالد بن يحيى قال ما تلعبش والطبيب قال لي ما تجيب تلعب وانا جاي انسيستي باش نلعب صارت عليك ضغط باش تلعب وقتها انا صار انا ضغط وحدك حبيت تلعب شو كان حبيت نلعب واحد رغم اللي بلاسي ديما عندك ضغط هذه ديما عندك فازه هذه تحب تلعب وانت تبدا مضروب ولا حاب تحسبش اي ما نحسبش ما نحسبش دونك هذاك هو الماتش فينال هذاك ليه انا نقول لك حاجه انا بو اتر اونيت ما حبيت ما جو بارتاج هاك لي زوموسيون مع الملاعبيه وقت الفينال فهمت فينال كوب وشو حبيت معناتها نشارك معاهم في الجو فهمت كيفاش وحبيت نلعب بالطبيعه هوب دخلت مع عبد ميم با 10 مينوت
دي مينوت تسير دي شيريو باي باي مونديال باي باي كل شيء وقت مشي كيما هاني تو مشي في بلاصتي جسمه ياسين الشيخاوي. ياسين الشيخاوي الاعتزال في جويلية 2004 هكا 2014 سامحني هكا 2014 اي 30 عام وقتها عمرك مش بكري شوية وقتها هذاك قلت لك فاضل ما عادش نحب ما عادش عندي اونفي بسنة علاش؟ ولا علاش؟ انا نشوف نحاسب برايي انا نشوف الفوتبول من بعد يمكن انا يمكن نجم نكون غلط ولا الكورة من بعد 2011 2012 2013 بعد تبدلت معناتها تبدلت شنو تبدلت المونتاليتي نتاع الناس فهمت كيفاش المونتاليتي نتاع المسيرين في الجمعيات فهمت حبيت تمشي بعد الاعتزال وكيل لاعبين حاجه هكا خممت باش كنت لا وكيل لا 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 مش كنت حبيت تهز وقتها ايوب تليلي ظهر لي الكلوب ولا توال حاجه هكا لا لا ما عنديش كونتاكت انا مع الكلوب ولا حتى كان باش نعاون يمكن نحب نعاون جوار كيك معناتها انا جو في بريزونتي مثلا كيما قلنا ذاك قبيله نحطه مع هذايا فهمت باش عملت هذه الاكسبيرونس في السعوديه مع شكون وقتها؟ مع نادي العروبه علاش ما تواصلتش؟ والله تعدى عام تعدى عام باهي بون ليكيب معناتها ما تواصلتش خاطر تعرف السعوديه معناتها اليوم هكا غدوه لا ما تواصلتش مش في السعوديه ما تواصلتش التجربه التدريبيه علاش مشيت ما مشيتش انشينمون جمعيه اخرى تستنى ان شاء الله نستنى باذن الله يا ربي سهل توفيق الهمام يكتب في تدوينه لي على فيسبوك عاش شفتها ولا لا يشوفك يحب يشوفك مساعد المعين الشعباني في الترجي يقول تتكلم تكامله والله نتصور انا اي واحد امنيته يكون معناتها مساعد نتاع معين صاحبي اخويا فهمت علاش ليه علاش ليه تطمح بالطبيعه كان واحد ما يطمحش مش طموح مش لازم نقول مش لازم يعيش بيان سور